معنا مباشرة من دبي السيد ماجد قدومي رئيس منطقة شرق ووسط أوروبا وشرق الأوسط وأفريقيا بشركة ميدترونيك. صباح الخير، أهلا وسهلا بك معنا سيد قدومي. قبل أن نتحدث عن هذا التحول اللي حدث كما ذكرت، عدد من الشركات حول العالم حاول تصنيع الفنتيليترز، بس قبل ذلك هل لك أن تخبرنا عن سوق الفنتيليترز أصلا بالعالم؟ من هم اللاعبين الكبار؟ كم كان حجم السوق قبل أن يرتفع الطلب بهذا الشكل بسبب فيروس كورونا؟ طبعا انت عارف اغلبيه الشركات نادين ما بتشارك معلومات عن الانتاجيه القصوى لمصانعها، ولكن من المشتريات العالميه اللي بنعرفها بنتوقع انه بحدود ال 80 ل 90 الف جهاز تنفس صناعي يباع سنويا. هذه الاجهزه لها قيمه سوقيه بين المليار ونص ومليارين دولار تقريبا قبل جائحه كوفيد 19. من بين وحصة منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وشرق أوروبا هي تقريبا 7%، يعني بين 100 مليون ل 150 مليون دولار. طبعا شركتنا من الشركات الرائدة في تصنيع أجهزة التنفس، لأن استحوذنا على شركة بيوريتن بنت ونيوبورت الأمريكيتين، ولكن هناك طبعا منافسين مثل جي إي، فيليبس، دريجر، ماكيت، هاملتون. وهذه الشركات، مجموعة هذه الشركات لديها ما يقارب 70 من السوق العالمي، كما ويوجد الكثير من المصنعين الأصغر حجما لديهم 30% تقريبا من هذا السوق. كم ارتفع حجم الطلب على الفنتيليترز؟ يعني نحن نتحدث كنا عن حالات طبيعية، اليوم في ظل ما جرى خاصة بأوروبا والأوفرولمينج اللي حصل على القطاع الصحي، كم ارتفع الطلب عالميا على الفنتيليترز؟ هو طبعا بالصعب من تحديد عدد الفنتيليترز الموجود الان، لانه انشرت على عده سنوات، وبعض الدول اللي بتستهلكها لمده 5 سنين او المستشفيات وبتجددها، وبعضها بتكمل لاكثر من 10 سنوات. ولكن الان اعتقد حول العالم في، اذا سمحتي لي اعطي نطاق واسع، ما بين ال 500 الف الى 700 الف جهاز تنفس في العالم. والحاجه حسب اخر البحوث اللي محتاجها العالم لتعدي مرحله الكوفيد 19 هي ما يقارب ال 880 الف جهاز تنفس اضافي، وهو ما يزيد عن الطاقه الاستيعابيه لجميع المصنعين بالعالم بمراحل. ولذلك الكثير من المصنعين قاموا بزياده خطوط الانتاج، واقل شيء عرفت عنه هو 50%، لكن في شركات زي شركتنا قامت بعشر اضعاف التصنيع، من 100 جهاز بالاسبوع الى ال 1000، لكن هذا لا يكفي ابدا، لانه ال 880 الف جهاز العالم بحاجتهم خلال الاشهر القليله القادمه. سيد قدومي، سمعنا عن الكثير من الشركات، يعني حتى نحن ذكرنا قصة المصنعين الأمريكيين، بس حتى بألمانيا كان في حديث أنه دايملر عم بتحول أيضا أنه تصنع أجهزة التنفس. هل تستطيع أي شركة صناعية كبرى أن تعمل ما يعرف بالباكوردز انجينيرينج، يعني يفكوا جهاز قائم ويحاولوا يصنعوا مثله؟ وماذا يحدث هنا بقصة البيتنتس، يعني الشركات اللي عندها ملكية فكرية على الجهاز؟ نعم صحيح، بالفترة الحالية بسبب الفراغ الهائل ما بين الطلب والعرض، اضطر الجميع للتفكير من خارج النطاق المعتاد، وهذه شكلت شراكات أساسية بين شركات ليست ذات اختصاص، من بينها شركات تصنيع السيارات. فمثلا شركتنا مع شركة تسلا أنتجت فعلا أول شحنة، والآن هي على بيشنتس أو مرضى في مدينة نيويورك. جنرال موتورز وفورد وعدوا انهم ينتجوا 50,000 وحده اضافيه خلال 3 اشهر، وكثير من مصانع السيارات حول العالم حولت طاقتها الانتاجيه لحل مشكله النقص في اجهزه التنفس. ولكن زي ما تفضلتي، الريفرس انجينيرنج او الهندسه العكسيه جزء اساسي في توسيع نطاق الصناعه. لكن لحسن الحظ والحمد لله الان قامت شركتنا بإسقاط الحقوق الفكرية عن أحد أجهزتنا الأساسية للتنفس الصناعي اسمه الـ PP560، ويستطيع الجميع الحصول على ملفات التصميم الهندسية والميكانيكية والإلكترونية وحتى البرمجة دون أي مقابل لميدترونيك. وإلى الآن لأعطيك بعض الأرقام حول هذه المبادرة، إلى الآن 50,000، أكثر من 50,000 تحميل قد تم. ولو افترضنا بأسوأ حال أنه 50,000 من هذه الهيئات أو المخترعين فقط 1% قدر يصنع الجهاز، وقاموا بتصنيع جهاز واحد فقط يوميا،
هذه بزيادة 50,000 جهاز في خلال الثلاث أشهر القادمة. فهناك مبادرات قد تسمح لمن لا يستطيع الحصول على أجهزة التنفس الصناعي بالسرعة الكافية من تصنيعها والحصول على هذه البراءة، براءة الاختراع الفكرية دون مقابل من ميدترونيك. سيد قدومي، ماذا عن المبادرات اللي سمعناها يلي ليست من شركات كبرى عالمية، في شركات إقليمية أو محلية قررت أنه تساعد عبر تصنيع فنتيليترز، هل في أي خوف على الكواليتي، على يعني جودة المنتج المصنع؟ هل بيستطيع أي أحد أنه يصنع إذا كنا عم نتحدث عن السيمبلست فورم، يعني يلي هو بحاجة له العالم الآن؟ هو سؤال في محله، أعتقد هذا في أذهن ناس كثيرة، لكن الطريقة اللي بتتعامل فيها كثير من هذه الهيئات اللي بتحاول تصنع الجهاز هو أنها تصنع الجهاز تماماً ومطابق تماماً للمواصفات اللي موجودة واللي إحنا منحناها للجميع بكامل حذافيرها. وإحنا عملنا ووصلنا لعدة جامعات في المنطقة وهيئات صناعية سواء كانت عسكرية أو حتى مدنية لتصنيع الجهاز، وأنا سعيد جداً أنه في دول الآن في مراحلها الأخيرة، وأعتقد خلال الأسابيع القليلة القادمة ستنتج البروتوتايب أو المنتج التجريبي. طبعاً حيمر على تجربة بأجهزة السيميوليشن أو المحاكاة للتأكد من نعتذر مشاهدينا دائما لما بناخد الضيوف عبر الابليكيشنز على الانترنت الا ما يحصل شويه جلتشز، بس ضيفنا رجع معنا. سيد قدومي، قبل ان اتركك تذهب، اخر سؤال، ماذا سيحل بهذه الصناعه من بعد انتهاء هالفوره للفيروس؟ يعني فيروس كوفيد 19 واضح انه مش حينتهي بوقت قريب، بدنا وقت ليصير في العقار المعالج وايضا الفاكسين، ولكن ماذا سيحل بصناعتكم بعد ما تنتهي ولا يعود هناك وجود طلب هائل كما هو الآن؟ طيب إذا بتسمحي لي أنا بقسمها لثلاث مراحل. مرحلة قصيرة المدى الأولى، وهي المرحلة اللي فيها كثير من المصنعين زي جي إم وتسلا حيرجعوا يصنعوا البرودكت الأساسي تبعهم اللي هي السيارات، وحتسقط هذه القدرة الإنتاجية من خطوط الإنتاج. أنا لا أعتقد أنه أجهزة التنفس الصناعي الطلب عليها سيقل على الـ ICU، بل أعتقد أنه الآن أصبح من الضروري أنه أغلبية الدول تراجع الكميات اللي عندها إياها، وكثير من الدول حتعبي الفراغات. ولكن حتى لو تم ونزل الديماند أو الطلب، فبالأخير هذه الشركات لديها منتجات كثيرة، يعني إحنا المنتجات التنفس 5 من أكثر من 1000، وتستطيع هذه الشركات أن تغير خطوط الإنتاج لهذه المنتجات الأخرى. بالنسبة للميديم تيرم أو المدى المتوسط، المرحلة الثانية، الكثير من الدول تعتبر الآن أن أجهزة التنفس الصناعي ضرورية من بإطار التخزين الاستراتيجي، بما معناه أنه أي جائحة بالمستقبل ستضطر لوجود أجهزة التنفس الصناعي، وهذه الأجهزة اللي تم تصنيعها الآن أغلبيتها أجهزة صغيرة وسهلة التخزين والتنقل، فحتكون ممتازة للتخزين الاستراتيجي. ولكن أيضا هناك الكثير من المرضى حول العالم خصوصا في منطقتنا الذين يحتاجون هذه الأجهزة للاستخدام بالمنزل، للاستخدام خارج إطار المشفى، لتخفيف الضغط على المستشفى وإبعاد المريض من الانفايرمنت أو بيئة المستشفى إلى بيئة المنزل مع هذا الجهاز الذي يستطيع أن يوصل الخدمة كاملة كما وبالمستشفى. أما على بالمنظور الطويل، نعم، أعتقد أحد الدروس المهمة التي علمناها وذكرنا فيها الكوفيد 19 هو أن الصحة أو الهيكل الصحية، نعم، هي أهم شريك للاقتصاد. وأعتقد أنه هناك حيكون كمية كبيرة من الاستثمار في تطوير الأجهزة والمستحضرات وحتى الأدوية. كثير من الأسئلة التي طرحت من قريب مثلا بسبب كوفيد 19، هل من الممكن أن نعالج أكثر من مريض بنفس الجهاز؟ الآن لا، بات المستقبل بالعلم ممكن. هل ممكن أن نوصل الدواء عن طريق جهاز التنفس إلى الرئة مباشرة؟ هل من الممكن أن نخلي في جهاز التنفس زي المختبر الدائم بحيث يحلل كل نفس يطلع من المريض ويحدد إذا الرئة تحسن ولا لا؟ كل هذه أمور ممكن تحديدها فقط بالأبحاث،
وعلى الرغم من أنه الشركات تستثمر الكثير المليارات من الدولارات ولكنها موزعة على عدة منتجات. الآن الدول أعتقد حتكون مهتمة والهيئات بالاستثمار في الأبحاث لتطوير هذه الأجهزة. فأعتقد المستقبل جيد للصناعة. شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات. سيد ماجد قدومي رئيس منطقة شرق ووسط أوروبا وشرق الأوسط وأفريقيا بميدترونيك، أهلا وسهلا بك.